الحملة اللي خداتها مجلس مدينة الدار البيضاء بمعية جميع النواب ورئيسة المقاطعة ديال سيدي بليوط. طبعا هذه زيارة غير سيدي بليوط، ولكن راه هذه العملية مستمرة في جميع أسواق مدينة الدار البيضاء. الغرض منها طبعا الحمد لله بعد نجاح العملية ديال النظافة بعد العيد الأضحى، وهنايا مناسبة باش نعاودوا نوضعوا يعني واحد تحية إجلال وتقدير لجميع عمال النظافة اللي سهروا على راحة بيضاوة وسهروا على تنظيف مدينة الدار البيضاء. اليوم العملية ما زالت مستمرة، ونساء ورجال النظافة ما زالوا مستمرين في هذا العمل. اليوم خدينا التحدي على أننا جميع الأسواق ديالنا خاصها تكون نقية، خاصها تكون معقمة. إحنا في فصل الصيف عندنا واحد الميزانية مهمة اللي كتخلق كل سنة ديال 21 مليون ديال درهم، غير كريم 20 مليون درهم ديال شراء الآليات، اقتناء الأدوية ديال التعقيم، المبيدات، لي غوبو اللي غادي تشوفوا. فهاد العملية كلها كنقوموا بها سنويا طيلة السنة طبعا، ولكن فصل الصيف يعني كنكثروا من هاد العملية، لأن يعني مع درجة الحرارة مرتفعة كيكون بروبيس باش يتزادوا ليزانفيكسيون. بالتالي اليوم علاش قلنا الأسواق؟ لأن يعني مقرات اللي كيجيو ليها المواطنين بزاف، مقرات اللي فيها الرواج اليومي، فيها مواد غذائيه، وبالتالي كان لازم على اننا نقوموا بهاد العمليات. اليوم هاد الحمله غادا تمشي طيله 4 ايام باش ناخذوا يعني نشملوا جميع اسواق مدينه الدار البيضاء. وطبعا راه غادي يكون برنامج سنوي، لان ماشي غير محطه وصافي، بالعكس اليوم حنايا كنا كمجلس كنقولوا اشنو بغينا اليوم مدينه الدار البيضاء. بغينا مدينه الدار البيضاء تولي مدينه نقيه، مدينه اللي كنفتخروا بها كاع جميع ساكنه مدينه الدار البيضاء. لهذا الغرض طبعا النظافه كتبقى اول مرتكز، غير هو ماشي ديال المجلس بوحدو، ديال جميع المواطنين. فالانخراط ديالنا جميع هو مهم ومهم ومهم جدا، مازال اؤكد عليه. راه بوحدنا كمجلس ما يمكنناش نوصلوا للمبتغى الا ما عاونوناش جميع المواطنين اللي ساكنين في مدينه الدار البيضاء. كنظن على اننا بالفعل ربحنا الرهان، الحمد لله، الشكر الموصول لجميع المواطنين ايضا اللي انخرطوا معنا في هذه العمليه ديال التطهير وتنظيف مدينه الدار البيضاء ايام العيد. فالحمد لله كنا جد سعداء بالنتيجه. وكيف ما كنقول لك، راه اليوم كنظن على اننا عندنا الوعي جميعا على ان مدينتنا ساكنين فيها كنحبوها، خصنا ننظفوها. مجلس مدينة الدار البيضاء داير جميع الإمكانيات، كيبقى طبعا على المواطنين يعاونوا. هذه حملة اللي بدات من المارشي سنترال وغادي تعمم على جميع المارشيات، جميع الأسواق البلدية العمومية ديال الدار البيضاء. بديناها بالحملة ديال النظافة ديال العيد، قبل العيد درنا واحد الحملة تحسيسية وعطينا الانطلاقة ديالها. دابا كنكملوها مع الأسواق ديال مدينة الدار البيضاء للتعقيم والنظافة ديالها، جميع الأسواق. ومن بعد غادي ندوزو الأسواق، ديك الأسواق اللي في الدروبة وسميتو، حتى هما غادي نديرو واحد الحملة تحسيسية ديالهم والتعقيم ديالهم، باش المواطن البيضاوي يكون راضي على الشركة ديال النظافة ديالها.